طبعا الجو تقصد حياتك الهواء؟ لا، لكن جوا عن طريق ان انا بيني وبين مريض بكورونا اقل من متر وعطس في وشي او تحدث معايا بصوت عالي، الرذاذ بتاع بقه وفمه ممكن ينتقل ليا وتقل العدوى، لكن الفيروس مش موجود في الجو في حد ذاته. يعني في الوقت الحالي حاليا دلوقتي المفروض ان احنا في الفتره الحرجه جدا للفيروس وفتره الانفجار بتاعه اللي ممكن تقدر الله تعمل مشاكل شديده في المكان اللي احنا موجودين فيه، وبالتالي بنقول ان هو القاعده دلوقتي حاليا الزم بيتك بنفسك. مرحبا حضراتكم من جديد، مجموعة من الأخبار اللي بتهم حضراتكم بالتأكيد، وعايزين بقى نعلق على الأحداث الحياتية والاجتماعية اللي بنعيشها في ظل هذا الحظر، وفي ظل طبعا وجود هذا الفيروس. إعلام طول النهار بيتكلم على الإجراءات الوقائية، بيتكلم على أن خلي بالكم في عداد موجود لزيادة أو نقصان هذه الحالات، التوعية المستمرة، بقى في تغيير في سلوكيات المصريين. أنا بشوف أنه هو تغيير بقى أكثر من رائع. فكرة السلامات والأحضان والبوز دي قلت تماما، يعني احنا كنا مشهورين بها في الشارع المصري، لكن بالتالي زي ما بقول انه هذا التغير في الاخر لصالحنا. ربنا يحفظ مصر يا رب. خلوني ارحب بضيفي وضيف حضراتكم اللي هيشاركني الحوار في هذه الحلقه. برحب بزميلي العزيز الاستاذ هشام زكريا الكاتب الصحفي. اهلا بيك. صباح الخير استاذ، صباح الخير على مصر كلها. صباح الخير على حضرتك. يعني اعتقد انه انا هاخد من كل المقدمات اللي انا قلتها قبل طبعا ما نروح للتويتة، اللي انا بشوف انه الرئيس دائما بيطمئن المصريين ودائما في ضبط ميزان للمجتمع المصري. النهاردة ما انت ما بتلحقش تستفسر عن حاجة الا ما بتلاقي الحكومة او الرئيس شخصيا بيجاوب عنها جزئيات مهمة جدا. خلينا نبدأ بالجزئية دي الاول. طيب نبدا نقول من خلال الاخبار اللي انا سمعتها وحضرتك بتتكلم فيها، اخبار كلها فعلا ايجابيه، اخبار بتقول ان في دوله مصريه حاليا مسيطره على كل الامور، ان في دوله وعدت من سنين ان احنا هنكون قد الدنيا فعلا، وده حاصل من خلال معالجه الازمات ومواجهه الازمات اللي احنا شايفينها. لما اروح لتويت سياده الرئيس او هروح من بدايه الاسبوع هنلاقي ان في رسائل طبقانه من الرئيس. حتى لو جينا حتى هنبدا عند عيد الام اللي هو يعني يمكن السنه دي الامهات اتظلمت معانا شويه وقاموا بدور اكبر، لاول مره سياده الرئيس بيعرض تغريده بيقبل فيها يد سيده والدته رحمها الله. صحيح. دي كانت رساله برضو باعتراف بدور الام، او هو بيراضي الامهات. انا شفتها بهذا المشهد ان الرئيس يعني زي ما بيكون بيقدم اعتذار لكل الام. انا مش قادر احتفل بيكم للظروف، لكن انا بس بالظبط يعني انا يعني دي كانت تحيه طبعا لكل ام مصريه. اعقبها اول قرارات اصدرها الرئيس قبل الحظر، القرارات الاولى كان في الاجتماع اللي عمله للسيده المصريه ولتكريم المراه المصريه. صحيح. كانت الرسائل واضحه جدا ان الدوله ما تقلقوش، ان الدوله كل الامور فيها متوفره من سلع ومن امن ومن تعقيم، ولكن الدور واقف على الشعب المصري. اعقبها طبعا بعض قرارات، قرار الحظر حتى الرئيس مهد ليه قبل القرارات ان هو اجتمع مع الحكومه من خلال تغريده. بعد القرارات ما طلع الرئيس برضو بتغريده تانية فيها طمأنة، يعني الحظر ده يا جماعه لمصلحتكم، انا براهن على الشعب المصري. وتوالت تغريدات سياده الرئيس، ده بيدينا الشعور او بيدينا الايحاء ان من رأس الدولة مرورا بالحكومة مرورا بالشعب مرورا بالإعلام اللي سيادة الرئيس شكر فيه ووجه له التحية ضمن مؤسسات الدولة، على قلب رجل واحد، وهنفضل على هذا الأداء وهنفضل على هذا المستوى. صحيح. طيب نروح لجزئية تانية مختلفة. أنا بشوف أنه نروح بقى بعيدا عن مؤسسات الدولة المنوطة بشكل رئيسي كده، زي وزارة الصحة، زي قوات المسلحة، الداخلية بمهام قوية جدا. والحقيقة يعني عايز أقدم لهم كل التحية والتقدير الحقيقة لكل هذه المؤسسات. تهلت طبعا الرئيس قدم هذا الشكر لكل الحقيقة العاملين في المجال الصحي، أطباء، ممرضين، مستشفيات، حتى الأمن اللي موجود. تمام.
الجزء الاهم بقى وهو الجزء الاجتماعي. النهارده احنا بنتكلم انه شفت انا امبارح حدث انا عجبني جدا، انه هو الاسره المصريه بتعود لوزاره الثقافه. تمام. الموقع الرسمي كان فيه نشر الحفلات الفنان المبدع الكبير عمر خيرت، وكان بيذاع عندنا هنا في القناه الثانيه، واستمرار بقى لخروج التراث المصري. تمام. شايفه ازاي يا استاذ هشام؟ والله هو اولا طبعا الحفل، حتى تحديدا الحفل ده كان اخراج التلفزيون المصري. يعني الاخراج بتاع الحفل في نقله اساسا كان اخراج التلفزيون المصري. احنا ماشيين على سياسه الزم بيتك. كانت وزاره الثقافه او وزاره الثقافه من اسبوع قالت ان احنا هنعرض التراث بتاعنا على منصه وزاره الثقافه. بصراحة أنا من الناس اللي بصت للموضوع كوجهة نظر صحفية أو كناقد فني، ما كنتش راضي إن الموضوع يعرض على منصة إلكترونية. ليه؟ لأن الثقافة هي لا تشمل المثقفين فقط أو أهل المدن فقط، ولكن في كرة وفي نجوع وفي، فقلت طب التلفزيون المصري فين؟ يمكن حتى غردت بحاجة زي كده وكتبت بحاجة زي كده في الصحافة، فين التلفزيون المصري من عرض التراث؟ كنت يعني بسأل ان الموضوع ده لازم يبقى موجود من خلال التلفزيون المصري. نعم. علشان اكبر كم من المشاهدين يشوفوا الاجانب، ان احنا مهما رحنا للتكنولوجيا عندنا قناة كاملة اسمها مسبيرو زمان بتعرض التراث الكامل للتلفزيون المصري. رائعة. وتاريخه منذ سنة 60 وتحظى بنسبة مشاهدة عالية جدا. صحيح. الفترة دي يمكن امبارح كانت حتى في ذكرى الفنان احمد زكي 15. نعم. النهاردة ذكرى رحيله. شفت لهم امبارح حوار رائع جدا على مسبيرو زمان، كان حوار ممتع. نسب المشاهدة كانت عالية، كان السوشيال ميديا يمكن بيقولوا البعض في حوار لأحمد زكي. فهنا كمان حتى دور مسبيرو بتراثه العظيم، دور مسبيرو في التوعية، انا بوجه لكم طبعا الشكر كصحفي مختص بشأن الاعلام، انا بوجه الشكر للتلفزيون المصري وللاعلام بصفه عامه. الفتره اللي فاتت عندما اتيحت له البيانات، عندما اتيحت له المعلومات، عندما ظهر المسؤولين، بدا الاعلام يرجع للشكل الاساسي بتاعه، بدات المعلومه سريعه، بدا الاعلام الخبري. كان ناقص ان حضرتك بقى اتكلمت فيه بالظبط، الاسره المصريه وهي قاعده في الحظر، هي محتاجه ايه؟ هي محتاجه تتثقف ازاي؟ الاسره المصريه هي خلاص مش يعني الاب الام الاخت الابناء، خلاص بقى في تجمع كده، تجمع اجباري زي ما بيقولوا. هو تجمع طبعا ايه؟ طبعا اجباري. خد بالك يعني ناس كتير بعيدا عن الكوميديا والتعليقات، انما انا بشوفه انه لم شمل الاسره مره تانية. الاب والام ابتدوا يقعدوا مع اولادهم، يبقى في حوار، حتى لو كان الاهتمام على السوشيال ميديا كل واحد في تليفونه، لكن في الاخر خلاص في زهق، لا بقى في حياه بين الاسره اللي ما كانتش موجوده على مدار اليوم تقريبا. يمكن دي يمكن رب الدارات النافعه زي ما بيقولوا. صحيح. ده حقيقي. لو كان في مثلا ضرر لكورونا، الحمد لله احنا مصر محفوظه، كل الاخبار انت قلتها طبعا مش هعقب عليها تاني، بتؤكد ان مصر واقفه في منطقه ثابته بشهاده الصحه منظمه الصحه العالميه. نعم. من الايجابيات برضو اللي هو التجمع الاسري. يمكن احنا كلنا عايشين المرحله دي، كنا الاول مشغولين في شغلنا، لا بدانا نكتشف كمان مشكلات كانت او احنا شايفينها بسيطه مع الاولاد في البيوت، بدانا نتناقش معاهم، بدا يبقى في نوع من تبادل الاراء. الى جانب العامل النفسي اللي محدش برضو واخد باله منه، ان الاطفال لما قعدوا في المدرسه فجاه كورونا، فهم مش فاهمين في ايه، حصل نوع من الهلع. النوع ده بيقل في تواجد، يا بص يعني تواجد الاب رب الاسره موجود، بدا يعطي طمانينه. بدا يحسسهم بنوع من الامان، بدا يتناقش معاهم بصوره ايجابيه، بدأ يكتشف مواهبهم على فكرة. أنا كمان يعني كلنا كنا من فترة كده قبل كورونا كنا بنشتكي من انحدار الذوق العام، نشتكي من الأعمال الفنية، أنا مش هسميها فنية. تمام. يعني الأعمال الغير فنية أو المشوهة فنيا اللي كانت بتطلع للمجتمع. النهاردة نقدر نستغل منصة زي منصة وزارة الثقافة. تمام. نستغل تراث التلفزيون المصري مع ولادنا في البيت. شايف ده إزاي؟ وعايز برضو أنوه مع حضرتك ومع السادة المشاهدين إن إحنا مستمرين في إذاعة هذه الحفلات، وهتشوفوا حفلات نادرة جدا لكبار نجوم وعمالقة زمن الفن الجميل على شاشة القناة الثانية، وده طبعا من خلال متابعة حضراتكم، وده اعتقد انه هيكون في صفحة خاصة بهذا التراث. تمام.
انت ماسك منطقه بجد مهمه جدا، واختصرتها برضو كعادتك في جملتين ان كان في فن مشوه. حفلات وزاره الثقافه بدات طبعا عرضها على شاشه التلفزيون المصري من يوم الاربعاء، من الاربعاء من اول امبارح، حفل عمر خيرت امبارح. يمكن حتى انا وانا قاعد مع الاولاد بداوا يسمعوا الموسيقى، دي اغنيه كذا، دي اغنيه كذا، بداوا يترجموا. ده شيء اداني طبعا احساس حلو ان ممكن الجيل اللي طالع مش لازم الفن الهابط او اللي هو بيحفظه بسرعه، لان هو بيتكرر كتير. استاذ جامي انت ما قدمتلوش الجيد، ما قدمتلوش الجيد، انت هو طلع على النمط ده، على الحياه دي بالزبط. ربما زي ما انت عارف انه الفارق بين الاجيال طول الوقت بالظبط، انتوا دقه قديمه، لا دي اغاني قديمه، انما هو لو قعد وركز وسمعها هو هيعرف كويس كده. يعني الاعمار الصغيره بدات تعرف ان دي ام كلثوم، ان ده عبد الحليم حافظ، ده هاني شاكر، لا بداوا يروحوا للمنطقه دي. فدي طبعا البروتوكول بين التلفزيون المصري وبين وزاره الثقافه حقيقي بروتوكول قوي، هيساهم في نشر الفن الراقي. التلفزيون المصري يمتلك كم من المسلسلات، بس هو يعني محتاج ايه، وده اللي انا عارف ان هو بيتعمل حاليا، بتعاد صياغه الخريطه برامجيه للقنوات التلفزيونيه، بحيث نرجع زي زمان اللي هو اصل يعني وقت الدراسه التلميذ في المدرسه فما عندوش برامج الاطفال في التوقيت بتاعه، ولكن النهارده هو وبيصحى بدري يعني كمان احنا يعني في مرحله ان هو ايه، هو ما اخدش الاجازه عشان يلحق يكسل ويصحى متاخر، لا ده بقى بيصحى كمان ايه بدري، بيزهق خلاص من الموبايل فبيبدا يروح للتلفزيون. تمام. كان بيصعب عليا الفتره اللي فاتت ان هو بيروح لقنوات عربيه او قنوات اجنبيه بيشوف كارتون او او او, أو الامور دي كلها. في التلفزيون المصري انا عارف ان هو بيعمل حاليا خطه لاعاده انتاج اعمال قديمه وعرضها على الشاشه. عندك كم هائل من المسلسلات اللي هي بتدينا القيم الدراما المصريه، الاسره المصريه بقى. دي بقت موجوده، دي موجوده، وتراث المصري حتى اللي مسروق منه او بتعيد في قنوات اللي احنا بنسميها بير السالم، بتعرض معتمده اليومين دول على مسلسلات التلفزيون المصري. يمكن بس المجلس الاعلى للاعلام احنا بس بنطالبه ان هو يطارد قنوات بير السالم اللي احنا بنقول عليها، هم سارقين فعلا مسلسلات كتير وبيعرضوها بنظام الاربع ساعات والكلام ده كله. المسلسل في اربع ساعات، في اربع ساعات وفواخد الجو. نروح لجزئيه ثانيه يا استاذ هشام، وخلينا نقول ماذا ينقص الاعلام في الفتره اللي جايه. احنا عندنا النهارده جيش من الاعلاميين بيغطي هذه الاحداث، كمان انه خلاص في تغطيه كامله للحدث، في جزء مهم بيقوم بيه الاعلام دوره التثقيفي والتنموي والتوعوي، ده جزء لا يقل اهميه طبعا بالتاكيد. ماذا ينقص الاعلام في المرحله القادمه بعد دوره الكبير في ده؟ انا هاخد منك الاجابه بعد الفاصل بالفضل، ابقوا معنا. فيروس كورونا هو يعتبر من يطلق عليه فيروس من عائله الفيروسات التاجيه، هو الحفيد السابع للفيروسات التاجيه. الفيروسات التاجيه عملت مشكلتين في الماضي، في 2002 2003 هي اللي سببت متلازمه السارس، وكانت تؤدي لوفاه تقريبا حوالي 10% من المتصابين بالسارس. في 2012 لغايه دلوقتي في متلازمه الشرق الاوسط التنفسيه، وهي الحفيد السادس لعائله الكورونا، وهي تقريبا كان الوفاه فيها تقريبا تشكل تقريبا ثلث الاصابات. في 2019 طلع الكورونا او النوفل كورونا او الفيروس المسبب للكوفيد 19، وده زي ما قلت الحفيد السابع للفيروسات التاجيه. مشكلته ان هو فيروس مستجد. الفيروسات المستجده مشكلتها الاساسيه ان احنا بنكون معلوماتنا عنها محدوده شويه، ناخد فتره لغايه ما نبتدي نتعرف على طبيعه الفيروس بكل جوانبه، كمان ان يطلع علاج او يطلع لقاح للفيروس. فيروس الكورونا المستجد مشكلته الاساسيه ان هو سريع الانتشار، نسبه الوفيات فيه قليله شويه، بنتكلم من 2-3% تقريبا نسبه وفاه من فيروس كورونا المستجد، بس هو انتشاره سريع جدا. النهارده بنتكلم فوق ال 200 الف حاله اتصابوا، وفوق ال 8000 شخص فقدوا حياتهم بسبب فيروس الكورونا. والفيروس انتشر في حوالي 166 دولة على مستوى العالم، فده رقم كبير جدا في فترة زمنية قصيرة.
على شاشة القناة الثانية. أمتع حفلات دار الأوبرا المصرية من الساعة 9 مساء إلى الساعة 12 بعد منتصف الليل. زي ما حضراتكم شفتوا التنويه من 9 ل 12 كل يوم على شاشة القناة التانية هتلاقوا تراث مصر العظيم اللي غزينا بيه العالم العربي كله، وخرجت قوة مصر وشخصية المصرية للعالم كله عبر قوتنا الناعمة، الأفلام، المسلسلات، الأغاني، الطربية. عايز أقول لحضراتكم أنه شخصية فنية كبيرة عظيمة زي السيدة أم كلثوم قدرت أن هي تجمع للوطن العربي وتجمع للجيش المصري في عز أزماته أرقام كبيرة جدا من خلال حفلاتها حول العالم، وكانت بتستقبل استقبال الرئاسة واستقبال رؤساء الدول خاصة في فترات مهمة جدا من عمر مصر. قد كده الفن مهم؟ قد كده إحساس الناس إنك أنت بتقعد تغذيهم وإنك أنت تغير لهم الشكل والمود العام بتاعهم، ده بالتأكيد بياخدنا بعيد عن التطرف. لما هتيجي نشوف كده المقولة اللي أنا بشوفها المقولة الأهم في القرن الحديث لأفلاطون، بيقولك أطلقوا الفنون وأغلقوا السجون، ده هيفرق كتير قوي. أعتقد إن احنا نقدر نتسلى كويس على شاشة القناة التانية بحاجة مفيدة. حلو قوي المثل طبعا اللي قلته. هرجع أقول تاني، حضرتك مسكت زاوية مهمة جدا، زاوية بجد احنا محتاجين نشتغل عليها طلبة بتتكلم عن الاعلام. انا النهاردة عندي برامج توعية بتنتجها الوزارات المختلفة، وزارة الصحة، وزارة الاعلام، نشاط الاخبار في التلفزيون المصري مغطيها بشكل كويس، التنويهات شغالة بشكل كويس. ما ينفعش خريطة طول اليوم خريطة البرامجية بتاعتي بتكلم عن الاعلام بصفة عامة، ما مش بحدد منطقة معينة ان انا افضل اتكلم عن الامر، ولكن ابدا اني انا اوظف زي ما حضرتك بتتكلم كده بسعاده. يعني حسيت مش روح المذيع ده، روح الاب في البيت بيتكلم ان هو شايف شيء ممتع كمشاهد من 9 ل 12. يعني حسيت السعاده طبعا موجوده بالكلام. يعني انا بعتبر نفسي من الاجيال المحظوظه اللي حضرت يعني ايه مزيكا، يعني ايه نوطه موسيقيه، يعني ايه فن. عشنا مع ام كلثوم رغم ان انا ما لحقتهاش، لكن في الاخر انت في فتره حياتك ومراهقتك وشبابك انت عشت مع النجوم دول، بتسمعها راديو، بتسمعها حتى الموجه الشبابيه لو تفتكرها زشام. الموجه الشبابيه كانت اصوات رائعه. كان مين بقى سينات الجيل بتاعنا؟ الاستاذ علي الحجار، الاستاذ مدحت صالح، الاستاذ محمد فؤاد، الاستاذ عمرو دياب، يعني كوكبه كبيره طبعا، كوكبه محترمه. استاذ محمد الحلو طبعًا. مش عايز انسى حد، يعني كل التحيه والتقدير لجيل الثمانينات والتسعينات، عملوا جوانا احنا ازاي نستمع ليه. شايفهم رجعوا يعيشوا، او اغاني التسعينات تحديدا انا شايف لها انتشار على اليوتيوب الفتره اللي فاتت بشكل كويس. صحيح. وعلى السوشيال ميديا. ده معناه ان الشباب نفسه الحالي بدا يروح ويسمع الاغنيه. يمكن التقصير، كنا هنقول ان التقصير من او التقصير من ناحيتنا احنا في فتره من الفترات، التقصير ده كان في الفتره اللي مسبيرو مش هنقول هبط فيها اداؤه، ان البعض حاول يسرق الاضواء من مسبيرو لفتره من الفترات، هنقول يعني بعد 2011 تقريبا. كان مسبيرو مر بظروف خارجه عن ارادته بهجوم شديد، تم الصاق الاتهامات لهذا المبنى العظيم لانتهاء دوره الاساسي والرئيسي. للاسف احنا ما بنشتغلش غير بمهنيه، ما بنطلعش غير الاخبار الموثوق منها والمسؤوله. لحقيقة. احنا لسان الدوله، فبالتالي انت دورك في المرحلة بتاعت العك اللي حصلت دي كلها واللخبطة والهمجية اللي عشناها انت دورك غير موجود، فتم الهجوم عليه يعني. بالزبط. لكن بيعود التلفزيون، بيعود التلفزيون مصر طبعا بقوة، وبيعود معاه الرقي في الاعلام، وبيعود معاه الرقي فيما يقدمه التلفزيون المصري من تراث يمتلكه في المسلسلات. يمكن بس التلفزيون المصري او كل القنوات المصرية بتدفع ثمن معين في السينما في الوقت اللي تم فيه التفريط في التراث السينمائي. صحيح. لان انت النهارده لما تشوف اغلب القنوات سواء مسبيرو او سواء القنوات الخاصه المصريه لا تمتلك الرصيد الكافي من الافلام. صحيح. اللي انتجتها السينما المصريه. كان سؤالي قبل الفاصل لحضرتك، ماذا ينقص الاعلام في المرحله القادمه عشان يبقى قايم بدوره
بشكل كامل. تمام. ينقص إعلام في الفترة القادمة أولا لازم تغيير كامل الخرائط البرمجية على كافة القنوات، لازم يبقى فيه حاجة أنا بطلق عليها أو زي ما حضرتك قلت الإعلام الأسري، بيعتمد على أفكار جديدة أن احنا نربط الماضي ونجيبه بالحاضر. أني أنا أبحث برامج الأطفال بتاع زمان كانت ليه الجاذبية فيها وأجدد منها. وممكن على فكرة يمكن من مزبيرو زمان بنشوف بعض البرامج للأطفال ولكن مش كلها، نبدأ نجددها على مختلف القنوات باللغة الجديدة اللي بيفهمها الجيل ده دلوقتي. بالضبط. استخدام التكنولوجي وده بقى موجود النهاردة، الأطفال نفسها بتروح على مواقع اليوتيوب مثلا وبتختار الحاجات اللي هي عايزة تشوفها، أنا أقدر أضيف لده ده. أبدأ برضو بالتعاون مع وزارة الثقافة إن أنا أكتر شوية من المعروض، البيت الفني للمسرح أشوف المسرحيات اللي عنده، أبدأ أعمل خريطة للسهرة، أبدأ أعمل خريطة للصبح، أبدأ أعمل خريطة للمرأة وقت الظهر زي ما كان موجود، بس خرائط برمجيه للمراه طريق بالمراه المصريه مش زي برضو الفتره اللي فاتت، لان لما حصل هبوط زعلان منها المصري. زعلان من البرامج دي زعلان من حضرتك بتتكلم في منطقه مهمه قوي، ان الفن الهابط طغى. هو طغى ليه؟ لان كان في حاجه اسمها بيع هوا في القنوات الخاصه، كان في اي حد عايز يطلع بيجيب المعلن صحيح. بتاعهم كان في اللي هو بيحاول يسرق لقب اعلامي بالظبط يعني. بياخد الامر ده، حتى برامج المراه بعتت عن المراه المصريه، هي بصت للمراه المصريه من ناحيه المكياج او من ناحيه التخسيس او من ناحيه امور معينه، مش دي المراه صحيح. المصريه دي. ده دور المراه المصريه اللي احنا شايفينها اليومين دول اللي احنا شايفينها في بيوتنا اليومين دول صحيح. الدوله نفسها رئيس الدوله بيخاطبها على الوعي اللي هي تقدر تعمل الانضباط في الظروف اللي احنا شايفينها، وهي قايمه بدورها فعلا يعني. احنا شفنا مين اللي لامم الاسره، هي المرأة المصرية وتعبانين يعني، لكن بالزبط. لكن فكرة لم شمل الأسرة المصرية، المرأة المصرية جزء أساسي وهي أساسي عمود أساسي بالزبط. من الجزئية ولازم إن أنا أخاطبها. عايز برضو أروح أستطرق لمنطقة مهمة جدا، المرأة المصرية برضو مش هي المرأة اللي في المدينة، يعني مش هي المرأة المتمدنة بس أو اللي عايشة في المدينة. إحنا عندنا محافظات، عندنا قنوات إقليمية على فكرة في التلفزيون المصري كان ليها دور قمة في الأهمية قبل 2011، وكان في جاري خطة لتطويرها. القنوات الإقليمية دي حاليا كنز يجب أن يعاد النظر ليها. أنا عارف برضو أن قيادات في مزيلو بيحاولوا أن هم يطوروا، ولكن يمكن الإمكانيات بس مش مساعدة. لا، نرجع نشوف القنوات، القناة مثلا في الإسماعيلية، القناة في اسكندرية، نشوف إزاي المحافظات نفسها تقدر تخدم عليها، لأن دورها توعوي، تقدر تقدم مادة جديدة خاصة بالمحافظة بتاعتها، إلى جانب دورها السياحي ودورها التثقيفي على فكرة. هنا برضو هدخل مع وزارة الثقافة أقول لها لو سمحتوا تعاونوا مع القنوات الإقليمية، ساعدوهم من خلال صناديق التنمية الثقافية وأصول الثقافة اللي تبعكم، هي منتشرة على مستوى الجمهورية، نزلوا الكاميرات، اعملوا حفلات. طبعا مش هقول بقى نعمل زحام أو 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 أو، لا، احنا عندنا تراث نقدر نعمل صحيح. برامج صحيح. صغيرة. القنوات الإقليمية أنا شايف إن هي كنز لسه احنا ما اهتمناش بيه قوي، كنز احنا نقدر نستغله في الفترة الجاية. كنز بقول لقيادات مزبيرو اطلبوا من الدولة الدعم حقيقي تاني للقنوات الإقليمية، الدولة مش هترفض. يمكن القنوات دي دورها اتنسى، مع إن أنا لما بروح لهم أحيانا كتير في كم برامج هايل. لا، أنا عايز ولكن أقول بس عايز أقول إنه كافة الأحداث اللي حصلت في عمر وتاريخ مصر كانت بتنقل عبر أصدقائنا وزملائنا في القنوات الإقليمية، لأن هو صاحب البيت وصاحب بالزبط. الحدث بالزبط. ويعرف كويس جدا هذه التفاصيل. أستاذ هشام نورتني، بشكرك شكرا جزيلا. مازال على الإعلام دور كبير جدا، مازال بيحسن من نفسه، رب ضارة نافعة زي ما حضرتك قلت في كل المجالات، سواء في لم شمل الأسرة، سواء في انضباط العام للمجتمع المصري عبر وسائل الإعلام، سواء في أنه إن إحنا كلنا النهاردة على قلب رجل واحد بنحافظ على بلدنا وبنخاف على اللي بنحبهم. ربنا يحفظ مصر دايما. وأختم مع حضراتكم بدعاء سيدنا إبراهيم، رب احفظ هذا البلد آمنا. شكرا جزيلا، بكرة حلقة جديدة. الناس بيقولوا يا رب تهدينا وتكرمنا يا رب، الناس بيقولوا يا رب تهدينا وتكرمنا يا رب، وبيسمعنا بفضل وكرم وبيعلم كل ما في القلب، وكل الناس بيقولوا يا رب يا رب.
الأحد الصمد الفرد اللي ما ينسى أبدا حد. هو الأحد الصمد الفرد اللي ما ينسى أبدا حد. هو اللي ما يخفى عليه عد وعالم بالحسنة وبالذنب. وكل الناس بيقولوا يا رب يا رب يا رب يا رب. كل قلوب الناس تنادي كل الناس بالروح تنادي. كل قلوب الناس تنادي كل الناس بالروح تنادي. كل الناس محتاجة إليه وينجينا في وقت الكرب. وكل الناس بيقولوا يا رب يا رب يا رب يا رب. رب العرش بفرجه قريب هو تعالى وفضله عجيب. رب العرش بفرجه قريب هو تعالى وفضله عجيب. هو سمع لندانا مجيب لما النادي نقول له يا رب. وكل الناس بيقولوا يا رب يا رب يا رب, يا رب.